بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في حقوق الأخوة، الحق 38، رد الغيبة وعدم تصديق النميمة. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رد عن كعب بن مالك عندما ذكره شخص فقال: حبسه برداه ونظره في عطفه أو عطفيه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أقر النبي معاذ بن جبل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم من رد غيبة أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نعم، لا، العرض يشمل كل ما يذم أو يمدح. نعم. حديث رقم السنه وصحاب من الحقوق مدعمة صبيانه وبناته الصغار والمزاح معهم بغير تفريط أو كذب. فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد الصغيرة، يعني طفلة لكنيتها، تعبث بخاتم النبوة بين ظهره صلى الله عليه وسلم حتى زجرها أبوها. قالت أم خالد: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيان أصحابه ويبرك عليهم ويحنكهم. عن أبي هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. كان صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، كان يؤتى صلى الله عليه وسلم بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، ويحنكهم، يعني عند الولادة بتمرة، يضع التمرة في فمه ثم يضعها في حنك الصبي. رحمة الصغير وتوقير العالم وتوقير الكبير واحترام العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من إجلال الكبير، مراعاة كبر السن، ورحمة الصغير مراعاة صغر السن. هذا الكبير بالإجلال والتعظيم والتوقير، والصغير بالرحمة والعطف والرفق ومعرفة حق العالم وعدم إهانته، بل هو مقدم على غيره في سائر الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد أي العادل. حسنه الألباني، صححه الألباني. إن من إجلال الله، يعني من الإجلال الذي أمر الله به، أو أن يكون من تعظيم الله بتعظيم أمره، من إجلال الله أي من تعظيمه، نعظم أمر الله، نعظم الله بأن نعظم أمره. وقد أمرنا بإكرام ذي الشيبة المسلم، من شاب في الإسلام، وحامل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، الذي لم يعني يغالي في آية بأن يستدل بها في غير موضعها، والجافي عنه المبتعد عن الامتثال بأوامره ونواهيه. وإكرام ذي السلطان، يعني الحاكم المقسط، مش أي حاكم، مش العمالين يكرموا ويعظموا أهل الكفر والنفاق والظلم، وإنما إكرام ذي السلطان المقسط، زي إكرام حمل القرآن المين غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الحق 41، مراعاة راحتي في بيته
بالتأدب بأدب الاستئذان والجلوس والزيارة والضيافة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن وإلا فارجع. وقال تعالى: من قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا بعض ما ورد من الحقوق العملية الفعلية، ويبقى الحقوق التركية. والله المستعان. قولي هذا استغفر الله لي ولكم.